خلف هذه الأبواب يقبح أشخاص مجرمون بنظر القانون، مخطئون بنظرهم ومحتاجون إلى فرصة ثانية لكي لا يعودوا. وبين النظرتين واقع يكفي حاله عن سؤال أصحابه. بنية تحتية متهالكة، اكتظاظ، انعدام لأي ورشات تأهيلية، صورة لسجون يراد أن تكون مراكز تأهيل وإصلاح، وهي في الواقع مراكز تكوين والتدريب وتبادل خبرات بين السجناء اختلفت عقوباتهم واتحدوا في السرير والغرفة. مشاكل كثيرة تعاني منها السجون في موريتانيا، ليس أولها عدم توفر البنى التحتية الصالحة لأن تكون مؤسسات تأهيل، والاستثناء الوحيد سجناء ألاغ ونواذيبو اللذان يختلفان في الشكل ويتحدان مع باقي السجون في المشكل. ففي سجن ألاغ خلق السجناء عالما خاصا بهم، فرغم عائق اللغة إلا أن وحشة السجن كانت لغة أقوى. حوانيت، ألعاب ترفيه، جلسات شاي، وقاعة درس ومكتبة، وصالة ألعاب، كلها عوامل للتسلية وقتل الوقت فقط، وليست وسائل تكوين وتأهيل مع تزايد مطالبهم بها. هذا الشباب اللي هون كامل تاكش من السجن ما يوفوا، ما معدل له أي كونون يقد أي تكوين يقد يؤهل الصبح ولا النهار ما الصبح على رواية يقد يعمل عليها قدر إن شاء الله. والدولة هي أبونا وهي أمنا، إحنا وراك ما تلا عندنا من أبوات ولا من أمات، ما هو الدولة. لا يختلف الواقع كثيرا، بل هو أسوأ بسجن النساء. منزل خصوصي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 20 نزلة، وبه الآن ما يفوق تلك الطاقة كثيرا. نفس المشاكل ونفس المطالب ونفس الظلمة في الأفق. يعانون من ياسر الشم، هو اللي عدنا ما هو خالق. شوف احنا هون في المجان، في وحدات مجنونات الحبس وما مجنونات، وفي وحدات قاصرات الحبس لأن ما يدروا زواجهم. فهمتني؟ مشكلتنا هم اللي نعانوا من الدواء، احنا نقاس بين الطب يقرب الدواء ما يجينا ما بعد اسبوعين ولا ثلاثة، وننقص الطب ينقالوا فينا من التات، وتم الناس كاملة تخرصنا والعالم كامل خرصنا. فهمتني؟ واحدة منا تعود مريضة، لا تسلي عليها ما تبقى تقيس الطب، بياش بيها الناس اللي تخرصها كاملة. هذا واضح له؟ نعانوا من احنا كاملين، ونعانوا من اللي نختاروا الحالة الوضع سوى يتبدل حالنا. مستوى آخر من مستويات السجون، وإن كان هذه المرة إصلاحية للقصر. هنا اختلف الأمر قليلا. بنى تحتية، مزارع، ورشات تأهيل ونزلاء تخلى عنهم الأهل ولفظهم الشارع إلى أقبية السجن. هذا جينو إن شاء سنتر ما نعرف شيء، إذا مش نعرف الخياطة نعرف ميكانيك، وإن شاء الله يقفروا إن شاء الله راجين ولا نجبروا البطن متعافين ولا نجبروا حد يقول شيء خاسر. والله لك كنا في الدشرة جوها لا ولا نعرف شيء قط. أنا أمي اللي ما يسالمة عندنا أخوتنا سبعة، كنا واحد يمشي قال خلاص بركة شي حلنا الآن ربنا الواحد فيه لا شيء قالوا الخزو وركتش يا تقيم وركتش يا ربنا ندور أحد وركتش يا يعيش معنا كان نطلسو. هو إذن واقع مؤسسات تحتاج الكثير من التفكير في نقلها من نقطة البداية لتطوير الخبرات الإجرامية إلى نقطة النهاية، وأن تكون بداية صفحة جديدة لنزلائها لا ملء تلك الصفحة بأحكام جديدة.